السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي بتشكر الكل على الدعم اللي عم تدعموني إياه بالقناة، بتمنى إن شاء الله نستمر هيك، وبتمنى إن شاء الله يزيدوا المشتركين أكثر وأكثر بإذن الله. ما راح أطول عليكم، موضوعنا اليوم خبر جديد وحلو لأصحاب القنوات الجديدة يلي عندها تحت 1000 مشترك. كان موضوع المنتدى، يلي بده يعمل منتدى عنده على القناة ما بيحسن يعمل منتدى لحتى يجمع 1000 مشترك ويجمع 4000 ساعة، تمام؟ لا، هلأ شركة اليوتيوب سمحت لكل مين عنده 500 مشترك، تمام، انه تتفعل عنده ميزة المنتدى. يعني هذا خبر حلو بصراحة للناس اللي عندها تحت 1000 مشترك. طبعا نتمنى للناس ان شاء الله يصير عندها ملايين مشتركين بإذن الله، للكل مني وطالع. تمام، فرح اشرح لكم هلا على موضوع المنتدى وشو هو المنتدى للناس اللي لساتها جديدة على اليوتيوب وما بتعرف شو هو المنتدى وكيف بيستخدموه ومشان شو، تمام؟ فرح اشرح بهذا الفيديو عن موضوع المنتدى، وطلعت قلت لكم الخبرية الجديدة الحلوة انه كل مين عنده 500 مشترك وطالع ما في اي مشكلة، بامكانكم تستخدموا هي الميزة تبع المنتدى. وبالاضافة رح اشرح لكم كيف تعملوا الاعدادات تبع المنتدى وشو ميزاته وليش بيستخدم. ما راح اطول عليكم، رجاءا اللي عم يشوف فيديو جديد اشترك بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا لنا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن. شكراً لكم حسن المتابعه، ويلا خلينا نبلش. تمام حبايبي، هلا اول شغله لازم نساويها نفتح على جوجل كروم، تمام؟ نكبس هون، هي عنا جوجل كروم، نفتح على جوجل كروم يفتح لنا على هي الصفحه، هي صفحه القناه تبعنا، هي صفحه قناتي مثلا، تمام؟ هلا مثل ما كنتم شايفين عندي كرز هون مكتوب عندي كلمه المنتدى، شايفينها؟ هي كلمه المنتدى. طيب نحن قبل ما نفوت على كلمه المنتدى ورجيكم شو هو المنتدى، رح اورجيكم كيف بس بدنا نعمل اعدادات المنتدى تصير جيدة. بنكبس على كلمة تخصيص القناة، شايفينها؟ بعدين بيفتح لنا على هي الصفحة. بس يفتح لنا على هي الصفحة، شوفوا عنا تحت هون في عنا هي كبسة الاعدادات، زر الاعدادات، نكبس عليها. هون عم يقلنا الاعدادات العامة تبع القناة اللي احنا بدنا نعملها. بننزل على كلمة المنتدى، عنا هون كلمة المنتدى كل ما كن شايفين، هون عنا مكتوب الفلاتر المبرمجة. هون إذا أنت حابب تضيف مشرف يشتغل معك بالمنتدى، يعني إذا أنت حابب إنه مشرف يفوت يشتغل معك بالمنتدى والعالم تراسله وتصير تتواصل معه وهالأمور هاي، تضيف هون. شوف شو كاتبين لك، كاتبين لك يرجى لصق عنوان URL لقناة المستخدم الذي تريد إضافته كمشرف، تمام؟ يعني اذا انت في عندك حدا بدك تضيفه عندك بالمنتدى بتجيب الرابط تبع الـ URL تبع قناته وبتعمل له لصق هون، تمام؟ طيب هلا في ناس حتقلي شو هذا العنوان تبع الـ URL. الناس يلي ما بتعرف لسه ما عندها فكره عن هالموضوع، انا عامل فيديو عن طريقه انشاء URL خاص بالقناه تبعك، تمام؟ يلي حابب يعرف الموضوع هذا رح احط لكم انا هلا الفيديو عندي بالوصف، بإمكانكم تفوتوا وتعرفوا شو هو هذا الـ URL، تمام؟ هي خلصنا من أول شغلة. عنا هون الكلمة اللي تحتها مكتوب المستخدمون الموافق عليهم، يعني الناس اللي مشتركة عندك بالمنتدى وأنت موافق عليهم، تمام؟ هلأ عنا هون يلي تحت المستخدمون المخفيون، هدول الناس اللي أنت حاضرهم من عندك من القناة وما بدك إياهم يظهروا عندك بالقناة لأنه عم يعملوا مشاكل بالقناة. انا عندي ناس حاضرون هون بالقناه لانه ناس كانت كتير عفوا منكم تافهه، ف حاضر هون انا عندي هون، فطالعين عندي هون انه انا غير مسموح لهم يشاركوا عندي بالمنتدى او بالقناه، تمام؟ طيب بنروح هلا على لتحت، بس نزلنا لتحت هون عندنا هلا مكتوب الكلمات المحظوره. انت اي كلمات بدك اياها ما تظهر عندك بالمنتدى بامكانك تحط الكلمات اللي ما بدك اياها تظهر عندك بالمنتدى، يعني كلمات مثلا الشتم، سبات، الكلمات اللي مو مناسبه عندك بالمنتدى تكتبها هون، يقوم اي حدا بيكتبها عندك بالمنتدى ما بتظهر عندك،
اتفقنا اتفقنا. عندنا هون حظر الروابط، يعني انت اذا حدا يفوت عندك على القناه على المنتدى ويعمل ينسخ الرابط تبع قناته عندك بالمنتدى مشان الناس تفوت على المنتدى تبعه او القناه تبعه عن طريق المنتدى تبعك، فانت اذا ما بدك بتحط عليها هون اشاره صح، تمام، انه ما بيظهر عندك ابدا روابط للمنتدى. اذا ما عندك اي مشكله بتخليها ما في عليها اشاره صح، تمام تمام. هلا بنروح على اللي قدامها، الاعدادات التلقائيه. هون عندك التعليقات على قناتك، السماح بكل التعليقات، بدك تسمح لكل التعليقات نكبس عليها هون، او بدك اخضاع التعليقات التي يحتمل ان يكون غير ان تكون غير ملائمه للمراجعه. يعني اي حدا بيعلق عندك بالقناه بيكون فيها شيء مو مزبوط، كلام مسبات او شيء مو مزبوط، انت بتراجع اول، يا بتوافق يا ما بتوافق. عندك الخيار الثالث، اخضاع كل التعليقات للمراجعة، اي تعليق بيجي عندك على المنتدى ما بيظهر عندك على المنتدى حتى انت تشوفه وتوافق عليه. ايقاف التعليقات، انه ما تخلي اي حدا يعلق عندك بالقناة، بتختاروا انتوا اللي بدكم اياه، يعني انا رح خليه السماح للكل. عندنا هون منع نشر رسائل المحادثة التي يحتمل ان تكون غير ملائمة الى ان تتم مراجعتها. يعني الرسائل اللي بيكون فيها شك او يحس انه فيها في شيء غلط بتراجع اول من شبكه اليوتيوب، بعدين بيعرضوها عندك على المنتدى. بعد ما نظبط هالاعدادات كلياتها هون ونساوي الاعدادات تاع المنتدى، بس على كلمه هون حفظ، اتفقنا. هلا بنرجع حنرجع انا وياكم على الصفحه الرئيسيه، تمام حبايبي، هي الصفحه الرئيسيه شايفين. هلا رح نفوت على المنتدى لورجيكم شو هو هذا المنتدى للناس يلي ما بتعرف شو هو المنتدى. نكبس عليها فرجوا. هلا انا عندي هون منزل عندي منشور عندي بالمنتدى مثل ما كن شايفين، كاتب فيه الى كل من يريد المجيء الى المانيا وعنده اسئله كثيره عن المجيء وماذا سوف يحصل عند وصوله الى المانيا وكم سيأخذ راتب واين سوف يسكن ومعلومات ثانيه ايضا، ادخلوا وتابعوا الفيديو نزل الان. يعني انا عامل هون منشور عندي بالمنتدى للناس اللي عندي بالمنتدى يشوفوا الفيديو اللي انا حنزله هلا بعد شوي. فانا نزلت الفيديو ونزلت هذا المنشور مشان الناس تفوت وتتفرج على الفيديو، تمام. طيب هلا رح اورجيكم انا كيف بامكانكم تستعملوا هذا المنتدى. هلا تفرجوا هون شو مكتوب عنا. مكتوب عنا هون ما الذي يجول في خاطرك، يعني انت شو حابب تنزل، هلا في شيء ببالك حابب تنزله، تمام. انا رح احط مثلا هلا هون رح احط هلا اعلان عن الفيديو اللي انا عم ساويه هلا. هلا رح اكتب انا هون العنوان يلي بدي احطه، رح اكتب تعرفوا على منتدى اليوتيوب من خلال الفيديو الذي سوف ينزل اليوم على القناة، فيه معلومات مهمة وأيضا ميزة جديدة تم تفعيلها على منتدى اليوتيوب، تمام. هلا انا حطيت هذا المنشور. طيب بعد ما حطيت كتبت هاي الكتابة بدي اضيف مثلا صورة او بدي اضيف استطلاع رأي او بدي اضيف فيديو، رح اضيف له صورة انا هلا مثلا. عم يقول لي هون انه يمكنك سحب صورة او ملف GIF الى هنا، اختار الملف لتحميله. انا بدي اختار عندي من الاستوديو. هلا بعد ما كبست انا عم بعطيهم اختيار ملف لتحميله، ما عم يرضى. ليش؟ في طريقة، لأنه أسهل من هذا الموضوع هلا بشرح لكم عنها كيف إمكانكم تضيفوا صورة على هذا الموضوع. خلينا نكبس نرجع لورا. طيب ما بدنا نحن نضيف مثلا صورة، نحن بدنا نضيف نفترض فيديو، تمام، مع هذا اللي كبسنا. حط هون على الفيديوهات ومفرج شو بيطلع لنا. بيطلع لنا هون إضافة فيديو يوتيوب تم نشره مسبقا. هون إذا حطيت على أول وحدة البحث في الفيديو بتحط اسم انت فيديو بدك تنزله من قناة شايفه من قناة حدا، او انت مثلا عندك فيديو بدك تنزله من قناة حدا، تكبس هون
اسم القناة أو اسم الفيديو، تعمل بحث بيطلع لك الفيديو تمام، أو قدامه عنوان URL بتحط تكبس عليها، بتجيب تعمل نسخ لقناة URL اللي أنت بدك تنزل الفيديو منها وتعمله نسخ هون، بيطلع عندك الفيديوهات، بتختار الفيديو اللي بدك إياها أو الفيديوهات الخاصة بك في قناتك، تكبس عليها. شوفوا طلع عندي كل شيء، فيديوهات خاصة عندي بالقناة، أنا موجودة عندي بالقناة، أي فيديو بدي نزله مثلا حابب شاركه بهذا الموضوع أنا إمكاني أكبس عليه، مثلا بختار هذا تمام، بعدين بعطيه تحديد شايفينه، بس أنا ما رح أختاره هلا، رح أطلع منه تمام. هيك اللي أطلعنا من هذا الموضوع. بعد ما نختار الموضوع هذا كلياته اللي بدنا إياه ومنضيف مثلا فيديو أو صورة، وفي عنا هون استطلاع رأي، هاي استطلاع رأي هلا بكون عليها واحدة تانية أحسن لحالها. بعد ما مثلا نختار الصورة والمعلومات اللي حطيناها كلها بدنا إياها، نهله إنشاء مشاركة تمام، بس نكبس له إنشاء مشاركة، بقوم ينزل عنا هون المنشور. رح أعمل له هلا أنا إنشاء مشاركة لورجيكم بس كيف رح ينزل، بس بدون صورة رح ينزل. شايفين نزل هلا، تفرجوا شو نزل هون. تعرفوا على منتدى اليوتيوب من خلال الفيديو الذي سوف ينزل اليوم على القناة، في معلومات مهمة وأيضا ميزة جديدة تم تفعيلها على منتدى اليوتيوب تمام. هاي ليكو نزل عندي المنشور، أنا لكل مين بقى عندي بالقناة بيشوف المنشورات، بيفوت على القناة بقى بيشوف الفيديو. طيب أنا رح أمحيله هذا هلا، بكبس على طلتني أطلي هون، بدك تعمله تعديل بتعمله تعديل، بدك تعمله حذف بتعمله حذف، أنا رح أحذفه لأنه لسه ما كمل، بدي ظبطه هلا أنا من الطريقة الثانية تمام. هلا محينا اللي نزلناه نحنا. عندك مثلا أنت استطلاع رأي لقناتك بشيء معين، تكبس هون على استطلاع رأي، بيعطيك هون تفرجوا إضافة خيار إضافة خيار تاني. هاي شو معناتها إضافة خيار إضافة خيار تاني؟ أنت بتضيف مثلا هون أول شيء هلا، وهون تحط اسأل متابع، تحط السؤال مثلا ماذا رأيكم في قناة منوعات تعليمية مثلا تعليمية تمام، وتحت بنحطهم مثلا هون مثلا بتحط نسبة انه 50% جيدة مثلا 50% او 100% مثلا، مشان الناس تصوت على اللي تلاقيه مناسب. بدك تضيف خيار ثالث، بامكانك تضيف هون اضافة خيار ثالث، تكبس شوفوا بيطلع لنا هلا هون انه نضاف خيار ثالث نحطه، ما بدنا بنعمل له اكس نلغي. فخيارين مثلا شوف شو كتبت انا هون، ماذا رايكم في قناة منوعات تعليمية تمام، حطيت 50% 100%، بعدين بنقول لهم انشاء مشاركة. فرجوا شلون ينزل عندي هلا، شايفين نزل عندي ماذا رأيكم في قناة منوعات تعليمية، التصويت 50% 100%. هلا كل مين بيصوت بيطلع عندي، مثلا بيصوت على 50% بيكبس على 50% بيطلع عندي التصويت، كل مين بيصوت على 100% بيطلع عندي التصويت، 1 2 3 اللي هو تمام. فهذا بالنسبة لموضوع استطلاع رأي، بدنا نمحيه حنعمل له حذف، هاي حذفناها تمام. هذا هو موضوع المنتدى اخواتي، يعني كل مين عنده مثلا فيديو جديد بده ينزله بامكانه ينزل عنده بالمنتدى هون انه ترقبوا فيديو جديد، او ترقبوا حدث كذا، ترقبوا موضوع كذا، استطلاع رأي مثل ما شفتوا، اللي عنده استطلاع رأي بامكانه يحط استطلاع رأي، عندك فيديو خاص تنزله بالمنتدى بامكانك تنزله بالمنتدى عندك خاص تمام. هلا رح اورجيكم شغله، رح نطلع على اليوتيوب رح اورجيكم اياها. هلا بنفتح هون بنفوت على اليوتيوب، بعدين نفوت على قناتي ماين كانال تمام. بعد ما نفوت عليها لهون، هلا تفرجوا عند اشاره الزائد هون، وتمطرح الواحد بده ينزل فيديو على قناته رح اكبس عليها، تفرجوا رح يطلع عندي هلا، تفرجوا شو طلع عندي، كان يطلع عنا تحميل فيديو تمام، بعدين بث مباشر، ضافوا الميزة الجديدة اللي هي إنشاء فيديو قصير، بعدين هلا ضافوا اللي هي ميزة الجديدة واللي هي إنشاء مشاركة، شايفين إنشاء مشاركة هي ضافوها هلا من جديد. بعد ما ضافوها هاي بإمكانك تكبس عليها، رح أكبس أنا عليها تفرجوا. هلا عمل لي هون شو عم يخطر ببالك، رح أكتب مثلا العبارة اللي تكون عليها، ما رح طولها وقف وارجع. شايفين شو حطيت أنا هون، حطيت العبارة تم تنزيل فيديو جديد على قناتي اليوم يشرح عن طريقة استخدام منتدى كذا وكذا وكذا تمام، اتفقنا على هذا الموضوع. هلا انا مثلا حابب اني اضيف صورة مع هذا الموضوع، بكبس على هي الاشارة اللي تحت شايفينها، بكبس عليها
وبختار الصورة اللي بدي اياها انا. راح اختار هي الصورة بعطيه التالي. هلا نزلت عندي هي الصورة، شايفينها هون الصورة نزلت. هلا انا بامكاني اعمل له هون انشاء مشاركة. هلا برجع على كلمة قناتي، بعد ما ارجع عليها بروح هيك على اليمين تفرجوا كلمة المنتدى، راح اكبس عليها. تفرجوا نزل اللي نزلته المنشور الثاني، انا شايفينه ليكو. تم تنزيل فيديو جديد على قناتي اليوم يشرح عن طريقة استخدام منتدى كذا وكذا وكذا. هلا هون كل بيعلق لي بيعلق لي، بيعمل لي لايك بيعمل لي ديسلايك اللي بده. وهي المنشور الثاني انا حاطه تبع امبارح، شايفين؟ يعني بصراحة انا بحس انه هي الفكرة تبع المنتدى الجديدة اللي عاملينها كتير ممتازة. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون شرحت لكم بطريقة جيدة وتكونوا استفدتوا من المعلومات يلي شرحتها بهذا الفيديو. لا تنسونا من الدعم والاشتراك بالقناة، نشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.